النهارده حبايبي هنعمل كفته اقتصاديه، كفته لحمه اقتصاديه جدا، عباره عن معلقه بيكنج باودر صغيره، معلقه ملح، معلقه فلفل اسمر، 4 معالق ونص بيكنج برغل منقوع بميه سخنه ومتصفي على 1.5 كيلو لحمه. بنحط 3 بصلات على قرنين فلفل اخضر على الملح والفلفل في الخلاط، بنضربهم كويس قوي 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 لحد ما ينعموا خالص. احترام كويس، الكفته دي جميله جدا وطعمها حلو قوي وخفيفه، ما بتتعبش في اي حاجه وفيها كل النكهات. و3 فصوص توم على فكره ما ننساهمش، احنا كنت هنساهم في المقادير، اللي عايز يحطهم يحطهم، بس هم انا طعم يعني بيدوا طعم حلو في الكفته. نضرب قوي قوي الخلاط، نضرب بصله جدا نخليها ناعمه قوي، ما نخليهاش اي فيها بصل باين ولا اي فلفل باين، كل حاجه مغذيه وكويسه للولاد، وفي نفس الوقت ما حدش بيكره الفلفل والكلام ده، مش هيبان في الاكل. معانا بقى 4 معالق ونص برغل اللي احنا نعانه في ميه سخنه ومصفينهم قوي، هنحطهم في قلب البصل في الخلاط، عايزاهم برضو يبقوا ناعمين ما يبانش في وسط الكفته خالص. هنحطهم دلوقتي في الخلاط، وما ننساش معلقه البيكنج باودر بتدي تفيجه حلو قوي في الكفته، وما تحطوش فيها دهون لان اللحمه فيها دهون طبيعيه، يعني هي مستحب ان انا ما اعملهاش من غير بحطش اي دهون خالص في قلبها. نضربها كويس قوي قوي، نضرب كل الخليط ده على بعضه كده، كفايه كده بتالي بقى احسن خلاص. خلاص كده تقريبا انا كده انتهينا منها، هنطفي عليها بقى كده خلاص، بتالي كده انا ده اللي انا عايزاه، هنطفيها ونحطها على اللحمه. ونعجنها ونعجن اللحمه بالبصل والتوابل دي كلها على بعضها قوي قوي، لما تشرب كلها من بعضها ما تبقاش باينه، تبقى اللحمه كلها شربتها. اللحمه دي موفره انها تاخد معاكي في العدد بعدد اكتر، يعني 1.5 كيلو هي ممكن يدي معاكي 2 كيلو، معدل 2 كيلو لحمه، في التوفير يبقى احسن كمان. تعمليها قوي قوي، تعجنيها قوي بالمسحوق لحد ما تشرب خالص، هي واللحمه كده مش باين. هنسيبها في التلاجة، هنسيبها في التلاجة تسرح شويه، ربع ساعه كده ولا حاجه، وبعدين نجيب العصيان بتاعه الشيش شاووك دي ونعمل عليها عشان تدي تفيجه في النص، تدي لحمه فيها تفيجه طعمها كده بقى احلى. وزي ما انت عايزه الحجم الصبح اللي يعجبك اعمليه، بيبقى زي ما انت حابه حسب العدد اللي انت عايزاه، يعني انا بخليها الصبح تبقى وسط. وبدهن الصينيه بس معلقه زيت زيتون كده على خفيف، مش بحط يعني حاجه كبيره، لا معلقه زيت زيتون، ما احطش اكتر من كده في الصينيه من تحت. الاكله دي لما اكون انا مستعجله ومش فاضيه وما عنديش وقت بعملها، ما بتاخدش وقت خالص خالص مني. تعمل مع شويه مكرونه، مع شويه رز عندك اي حاجه، شويه سلطه، الموضوع كده خلص معاكي واليوم عدى الحمد لله على خير. بس المشكله بس انت حاولي تعملي كل الصبات تبقى شكل واحد ومقاس واحد، في الصبات يبقى شكلها احلى. في ناس بيحبوا يحطوا بقدونس متقطع في قلبها، بس انا لا، ما عنديش، الولاد بيحبوش البقدونس في قلبها، ما بيحبوهاش يعني، يحبوا انها تبقى كده من غير اي حاجه. اهم حاجه ايدك تبقى خفيفه وانت بتصبعي، متبقاش مضغوطه ضغط على حاجه خانقاها، على خفيف، ايدك خفيفه كده
هوا كده وتعملي بالصباعه على الهوا كده على الخفيف، وكده كده اصلا العصيان من جوه بتدي تنفيج مع الكربون، مع معلقه البيكنج باودر بتدي طعامه ملهاش حل. كده خلصناها تقريبا، خلاص كده تقريبا خلصت كلها، هندخلها الفرن ربع ساعة على حرارة 200، ما بتاخدش وقت خالص، وبألف هنا وشفا، وتبقى جميلة ومريحة، وجميلة بالبقنوس بقى، وتبقى خلاص كده خلصت.